مرحبا بكم، بنحييكم من بيروت اولى محطاتنا في حلقتنا الليله ونتابع مع بعض. السلام عليكم، ان شاء الله طيبين، يعطيكم العافيه، كيف الحال؟ سلامات، الله يرضى، الحمد لله، يعطيكم العافيه، ان شاء الله كويسين. طيب مرحبا بكم، نحن سعيدين نكون في بيروت ومحطه اولى ومعنا مجموعه من السودانيين المقيمين في لبنان. نحن سعيدين نلتقي بهم ومرحبا بكم كثير، وانا حاب سؤالي بكم، اقدم زول فيكم منو؟ انت نبدا بك. نبدا بك. نتعرف عليك. شيت انت السودان؟ عواطف محمود مالك. عواطف لك كم سنه هنا؟ 13 سنه. 13 بتمشي اجازات ولا؟ ابدا. شوف النعمه دي. 13 سنه دي يعني اجازتهم كان نزلوا اقل شيء 25 شنطه. وين في السودان اهلكم؟ بالخرطوم، ام درمان ام بده. ام درمان ام بده. شوف عليك النبي، ام بده دي في لبنان حلوه كيف؟ ام درمان ام بده. ام بده. يعني ما هو مبدا حقتنا المالية الخشم ديك، درمان مبدا. طيب انا بسالك سؤال، واذا ما عرفتوا الاجابه عندنا خيارات بنرجع لكم ثاني. سؤالنا يا اخوان الناس كلها تسمعوا، اول سفير للسودان في بيروت بعد الاستغلال كان منه؟ بعد الاستغلال. بعد الاستغلال طوال كان منه؟ انا كان سالتني 10 سنه لورا ما بعرف السفير كان منه. والله العظيم. انت اذا ما عرفتي بنرجع لك بخيارات. بنرجع بالخيارات. بالخيارات؟ طيب نتعرف عليك منو؟ يسلمك اللي بعرف فيك. الله يسلمك. سهام احمد شرفي. سهام احمد، من وين في السودان؟ ضناقله، من ام درمان واركويت. اركويت. طيب الثياب دي اصلا بتمرقوا بها عادي ولا دي لبستوها علينا الليل؟ والله لبستها عليكم. يعني ما شاء الله الموضه واصلاكم ولا؟ الله يسلمك، الحمد لله. بتجيكم من السودان الحياه دي؟ اي من هناك. بنمشي بنمشي السودان. 13 سنه قاعد امشي. 13 سنه تمشي؟ سنه وشويه بنمشي. طيب عارفه السفير ده منو؟ والله ما مصطفى مدني، في واحد قباله. انت قولي اسم برضه الخيارات ترجع لك. هو مصطفى مدني، في واحد قباله الخليفه حاجه كده. خليفه. السلام عليكم، نتعرف عليك. السلام عليكم، اسماء التاج. منو؟ اسماء التاج. اسماء؟ يعني ما في اسم محدد؟ اسماء. من وين في السودان؟ من الشماليه الباوغا في توار. الشماليه؟ مرحب بك. والطفل الجديد منو؟ شزا. مبروك عليكم شزا، وجات 200 شهر. الله يبارك فيك. لا 15 يوم. 15 يوم. السودان ما شافوها؟ ما شافوها. يا اخي ان شاء الله ربنا يديها الصحه والعافيه، ونحن نوريها لهم هناك، يباركوا لك من هناك. الله يبارك فيك. عارفه اول سفير للسودان بعد الاستغلال في بيروت كان منو؟ لا والله ما اعرف. ها؟ ما اعرف. ما اعرف درج الخيارات. طيب مرحبا بكم، نتواصل معاكم نتعرف عليك. عوضيه عبد الغني. عوضيه من وين في السودان؟ من ام درمان الثوره. ام درمان الثوره. ايوه. انت جيت قريب صح؟ ايه لي 3 سنين. 3 سنين، ما لانه اللكنه اللي هسه دي حقتنا يا هذا. حقتنا يا هذا. طيب ال 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 السؤال اللي بزعله، النسوان السودانيات هنا محافظات على الاكلات السودانيه الحين؟ كثير. تعملوا شنو؟ بنعمل العصيده، بنعمل الملاح، بنعمل كسرب، كله بنعمله. والحاجات بيجيبوها من هنا؟ المتوفر هنا بنعمله، ما في بنجيبه من السودان. من السودان. حاجات عند ايام معينه ولا بتاكلوها على مدى الاسبوع؟ لا بنعملها في العطله اكثر. بالعطله؟ أيه. العصيده داري لها قاعده صح؟ اكيد. داري لها قاعده وداري لها لمه وداري لها ناس كتار. الناس بتتداخل هنا كوسر؟ لا متواصلين. متواصلين الحمد لله. خاصه في الاجازات بتتلاقوا الناس متواصله. أيه. طيب اول سفير للسودان بعد الاستغلال عارفه منه في بيروت؟ انت جيت قريب. انا ما جيت قريب، وانا صغيره يعني سوق الاستغلال ده حق الناس الكتار. سلموني ناس عواطف. مرحبا بك، نتعرف عليك. اهلا، سميره سليمان. سميره من وين في السودان؟ بس الجزيره كومبو سبا. الجزيره وين؟ كومبو سبا. ما شاء الله. صحيصه. جنب وين؟ جنب حصحيصه. جنب الحصحيصه. جيت لك كم هنا؟ سنه وشوي. سنه وشويه، ما شاء الله. يعني لاسة دي نورة البلد فيك وحاجة البلد معاك لاسة. كويسة. ودمنه؟ كريم. كريم ما شاء الله، كريم يا اخواننا، حافظنا من البرد، خاطة قاطع فيها الطاقية ما شاء الله، والبرد والبلد باردة هنا. عارف أول سفير للسودان في بيروت بعد الاستغلال منه؟ لا ما بعرف والله. ترجي خيارات. طيب يا اخواننا، الناس يا اخواننا ظاهر عليهم كلهم جداد وصغار. هسه دي قالت لي أنا صغيرة، يعني هم ما بعرفوا الناس اللي جو قبل الاستغلال، نتعرف عليك؟ حريرة هارون.
من وين؟ خرطوم عند حسين. خرطوم عند حسين؟ ايه. مرحبا بك، جيتي قريب؟ شي سنتين وشوي. سنتين وشوية، اللكنة بدأت تتغير شوية. يعني شوية شوية. ايه. شو عم تطالع فيه هيك؟ مش بقول لك كده يا جماعة. طيب سؤالنا، أول سفير بعد الاستغلال كامل؟ والله ما بعرف. ما بتعرف؟ ايه. عارف السفير اللي اسمه؟ والله العظيم ما قاعد تمشي سفارة ولا شو؟ انتوا قاعدين في البيت يجيبوا لكم الحياة كلها، تعبانين المساكين دي اللي لقطوا يجيبوا. اتعرف عليه. حوض عبد الله. من وين في السودان؟ من الحاج يوسف. الحاج يوسف، ما شاء الله، ناس الحاج يوسف واصلين من حي عبرك الحاج يوسف. سؤالنا، اول سفير بعد الاستغلال كان منه؟ والله ما بعرف، ما عندي هنا كثير يعني، والله ما بعرف. ما بتعرفيه؟ شو هيك ما تفكري فيه يعني؟ انت تذكري؟ يعني ما في اتذكره، لانه انا جيت هون قريب يعني. يعني من امتى جيتي هون؟ يعني من يوم 1/1 في هذا السنة يعني. هذا السنة 1/1. والله ما شاء الله يا اخواني، يتكلموا زي المسلسلات المدبلجة، مو هيك؟ من 1/1 انا جيت لهون، ما شاء الله كلام ناس بيروح ذاته يريح. لكن هسه دي حتى مبدة جات ظريفة، مبدة مبدة بنملبها الخشم دي جات مبدة. ومعانا الشباب، نتعرف عليك. وليد علي الدومة. وليد من ياتو حتى في الخرطوم؟ من الهدى غيرت ودي جمل. ما شاء الله، طولت هنا؟ يعني 2006. كم؟ 4-5 سنين. سنة 4-5، بالله السنة نبدو فراسة زي اليوم. 4-5. طيب سؤالنا، أول سفير للسودان بعد الاستغلال كامل؟ خليفة حسين العباس. خليفة؟ خليفة العباس. طيب نأخذ إجابة، أتمنىك التوفيق، مرحب بك، نتعرف عليك. عبد الكريم حسن. عبد الكريم. عبد الكريم لك كم؟ 3 سنة. 3 سنة، ما شاء الله، الكلام يهوزة. يهوزات ما تغير. وده حكينا ولا حكينا؟ لا ده حكينا. حكيني. جيت من الحر لقيت البرد بيجي. جينا البرد والتلج. التلج جيني في تلج؟ والله ما شاء الله يا اخوانا، انه انجليز بس استاهل تجيب لك جكر كده، تعرف انه تاخذ في جكر كده تشربها باردة. طيب أول سفير بعد الاستغلال كان منه؟ بصراحة والله ما بعرف. ما بعرف. ما لكنا دورت كده؟ بصراحة والله ما بعرف. ما عارف. ده شنو ده وده منو ده. يديك العافية، مرحبا بك، إن شاء الله كويس. عمر جاد السين وأحمد عبد الله. أنت حقنا؟ سوداني؟ ما شاء الله تبارك الله. دير حتى اللون يتغير. قال لي والله شكلك يتغير ولونك يتغير. قال لي أنا ما عثمان. قال لي حتى اسمك يتغير، سبحان الله. سؤالنا أول، من وين في السودان؟ الحاج يوسف. الحاج يوسف، أول سفير للسودان بعد الاستغلال. في خيارات؟ الخيارات تجي بعدين. ما عندك معلومة سابقة؟ ما في والله. طيب نرجع خيارات معلومة، نتعرف عليك. الصادق محمد عبد المولى. الصادق من وين؟ القوري، كان كلاب. القوري؟ ايه. يا سلام، يا الشمالية؟ ايه، من القوري الشمالية. يا سلام، من القوري ذاته؟ من منطقة اسمها الباجة، كان كلاب. ما شاء الله تبارك الله. طولت هنا؟ 12 سنة. 12 سنة، والتمر اللي بيجيبوا لك منه؟ والله قبل شهر كنت في السودان. كنت جبت تمرك براك؟ اي الحمد لله. بحالة العالم تدوس عجوة. طيب سؤالنا، أول سفير للسودان بعد الاستغلال منه؟ والله على ما أعتقد اسمه مصطفى الزين. مصطفى الزين. أيه. طيب ناخذ إجابة لسرك التوفيق. طيب مرحبا بكم، نتواصل معاكم، نتعرف عليك. صديق ود الحاج. صديق؟ ود الحاج. والله صديق ود الحاج دي ذات نكهة بلد، الاسم ذاته نكهة بلد. أيوة أيوة أيوة. صديق من وين؟ من دنقل العجوز منطقة. ما شاء الله تبارك الله. دنقلاوي؟ يعني ايه دنقلاوي. روتانا بني؟ روتانا يعني ابواتي واماتي برطنوا، بس انا ما برطن. انت بتستقبل لكن ما بترسل. بنستقبل. در الطاري ما عنده رصيد. ايوه. يستقبل ما بيرسل. ايوه. طيب سؤالنا، اول سفير بعد الاستغلال لبيروت، للسودان في بيروت كان منه؟ ما في خيارات. الخيارات تجي، لكن خد في بالك. محمد خليفه. محمد خليفة. خليفة. طيب متواصلين معاكم، نتعرف عليك. تاج الأصفية. علي تاج الأصفية، من ولاية جنوب دارفور. نيالة. نيالة. نعم. مرحبا بناس نيالة. الله يخليك. أديك الصحة، طولت هنا؟ نعم. ليك كم؟ 10 سنين. 10 سنة. ما اشتقت لسوق الجنينة؟ أكيد والله. مرين؟ مرين. يا سلام. نعم. شفت البلد ديك؟ نحن ما كنا في نيالة ضربنا الشيء وضربنا مرين. نعم. مشينا سوق الجنينة. نعم. ونيالة ما شاء الله بقت تغيرت ما زي زمان يعني. أكيد نعم. أي بلد ما شاء الله بقت جميلة وقاعد تمشي وتجي؟ أكيد. تمشي كل سنة، كل سنة ولا سنتين إن شاء الله. تنزل وجاهز. نعم. طيب أول سفير للسودان في بيروت بعد الاستغلال منه؟ في خيارات؟ خياراتنا نرجع بها كده غدري. يعني في صمصين جمال. مين جمال؟ جمال مين؟ جمال سعيد. جمال مين هيك؟
متذكر هيك يعني. ما عارف باقي الاسم؟ والله ما متذكر باقي الاسم، بس في يعني في جمال. كده يقول، قول انت بديت تقول. محمد جمال ولا مين؟ سليمان جمال يعني فيه جمال اتذكر يعني، ما بتفضح. نلقى طنبور في بيروت ونلقى السودانيين متمسكين بثقافاتهم في الكولور وعاداتهم. الصديقة نحن بنحييك وبنحيي فيك التمسك بالاصاله دي. الله يبارك فيك يا اخي. نسمع شنو بالطنبور؟ عن الغربه. حقيقه الغربه والدارة، شكيت وبكيت كرهت القعدة في دارة، يمين بالله مما جيت، يمين بالله مما جيت، حشايا بيغلب نارة، عايش في نزاع دايم، سجين محبوس بأسوارة. قالت لي شين جابك، قلت الدنيا واغدارة. قالت لي مرحب بك، بهرت والشبا نوارة. قالت عندي كل ما تحب، جبالي صنوبر الجارة، عندي الدين وبيت الدين، عندي شحيم وعندارة، جوني الحمرة والحارة. تفضل يا البقيت مني، حمي نفسك وزارة، ماش خايف وماشي وسط الناس، حواجز منها انضارة، غريبة علي طبايع الناس، كلها خدعة مكارة، يوم شغال يوم تارك، يوم شغال يوم تارك، معيش تنغلي أسرارة، كرهت الغربة والأسفار، كرهت المال ودولارة، والله وضح في القرآن، قال النفسي أمارة، يا حلالك يا بلدنا، وكم آهات وتكرارة. والله صفقة لي صديق أخواننا نحن، سعيدين بصديقه. والله العظيم الغني أنا سمعتها قربت أسوقه معي، والله قلت أسوق صديق ده رجعه. صديق ده من كوي بينار الغربة. وطبعا يا أخوانا ده كل حال السودانيين لما يبعدوا من بلدهم. وأنا هسه قبلت سعيدت يا أخواننا، قلت ليهم النسوان بحافظا على الأكلات السودانية، قالا والله عندنا القراصة وعندنا العصيدة، وسعيدين برضو أن يعني يكون محافظين على أكلنا وحاجاتنا وعاداتنا. ودي ذكرتني حنكوشة، جات مطعم بتاع قراصة وسيده شايقي، بعدين قامت قالت له عندكم شنو؟ قال لا والله بيتي عندنا قراصة. هي طبعا ذاتها ما عارفة القراصة شنو. قلت له يا عمو ممكن تعمل لي منها سندويتش؟ قال لا والله بيتي لي جيبي لي كبرة وخيط. ونحن سعيدين بناس بيروت، وسعيدين انه نتجمع مع السودانيين ونلاقيهم. يا اخوانا سؤالنا كان اول سفير للسودان في بيروت بعد الاستغلال. حقيقة الناس كلها ما في زول قال الإجابة الصح عشان يكسب معانا، في زول واحد حاول الإجابة، ومحاولة الإجابة نحن بنعتبرها له إجابة. أول سفير للسودان في بيروت 1956 هو جمال الدين محمد أحمد. وطاجلاص فيها قال جمال ومحمد ولخبط الاسم كده، لكن ده هو أول سفير. طاجلاص فيها نحيو صفي قوله يا أخوانا. طاجلاص فيها نحن بنديك جائزة مقدمة من قناة الشروق، وممكن تساعدك تنزل بها إجازة ذاته. ومتمنى لو سلمت له لا في السودان. داري كويكنا في الجمارك، لكن احنا واعيين نمشي العربية نشوف. تاج مبروك عليك، وإن شاء الله يعني تامين ولامين وترجعوا سالمين غانمين. إن شاء الله يا سيد، ونتمنى أنه هلا عم بيستقبل مولود جديد يا أخو، وإن شاء الله توضع بالعافية وبالسلامة في السودان الأولاد؟ في السودان نعم. نحن بنحييهم ونتمنى لهم السلامة إن شاء الله، وربنا يرزقك بالمولود. وهلا قال يعني هلا راح يعني نحن نفتح العربية هلا. مبروك عليك، صفقة لتجلص في أخوان.
مرحبا بكم. تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من بيروت، ونحن على شواطئ بيروت، محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض. ان شاء الله كويسين، ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله كويسين، الحمد لله، ان شاء الله كويسين، يديكم العافيه، ان شاء الله كويسين. السلام عليكم، يديكم العافيه، كيف الحال؟ الله يسلمك، الحمد لله. السلام عليكم، ان شاء الله طيبين، الحمد لله، الله يسلمك، ما شاء الله تبارك الله، كيف الحال؟ السلام عليكم. طيب سيدي، مرحبا بكم، نحن في محطه جديده، ومحطه كنا في فرزان وجينا كنا في فرزان سنتر عساف وجينا الرمله البيضاء. لسامي ذات ما بتنحفظ. ونحن سعيدين بمجموعه من السودانيين والاسر السودانيه نكون معهم في شروق مرت من هنا. واول شيء نتعرف عليك، منو؟ سهير اسماعيل. من وين في السودان؟ من ام درمان، لكن حاليا في الدروشاف. لا تقولي هسه دي في الدروشاف. ما تقولي هلا ونا. هسه ساكنه الدروشاف. هسه ساكنه الدروشاف. قولي هسه دي. حس ساكنة الدروشة. ساكنة الدروشة. لا أساسا في الرملة البيضة نحنا. أي في الرملة البيضة. جيت متين؟ جيت لي 17 سنة. 17 سنة. والله يا إخواننا نسمع بالرملة البيضة دي الناس نقولها في البيوت الرملة بيضة. وندي ساكنين فيها ونحن نقنا فريشة لهم في الوطن. لك كم سنة؟ 17. 17 بترجعوا إجازات ولا؟ بلا بنرجع. بلا. بلا. والله أنا هنا باقي لهم بس حكم. أي كلمة تمرق معايا ها؟ أي كلمة تمرق مي هيك أنا طوالي بثبته. في ضربة إجازة بعدين. طيب لا 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 بتنزلوا إجازات صح؟ نعم. محتفظين بحاجاتكم السودانية، الأكل؟ نعم. نعم. كل الأكل والشباب هنا بجونا يعني سبت سبت أحد العصيدة وملاحة اللبة بتعرفوا؟ أنا لكن لكن بعرفه لكن والمرس والسمك الناشف والكون. والكون دي كلها جبتوه من هنا؟ نعم كله امي بترسلهم لك. والله ما انتوا طيب اخي بتجيبوا ده كله هتقعدوا هناك؟ نعم اكل العيش. اكل العيش تجوا لحد هنا. والله نحن حقيقه سعيدين انه تكون الحياه السودانيه موجوده. طيب نحن بنسال سؤال يا اخواننا، زول اللي عارفه ويسكت لحد ما تجيب الاجابه. طالما انت مجتمع رياضي، نحن دايرين يعني اربع اسماء للاعبين سودانيين معروفين لعبوا في الدوري اللبناني. ونحن طبعا يا اخواننا السودان خرج مجموعه من اللاعبين لعبوا في الدوريات العربيه. نعم. الدول الشقيقه في لبنان. نعم. مجموعه من اللاعبين اربعه منهم. نعم. اسامه ساق. وليد طايشين. باشا عبيد باشري. حموري. مجدي كسلة. دي الاربعه. انتوا هنا بتحاسبوا بالزياده خمسه لعبوا. بتعرفي انديتهم اللي لعبوا فيها؟ البرج، نادي البرج، اسامه ومجدي. نعم. والطرابلس فريق اسمه الزهره صح؟ الزهره. حركه الشباب. حركه الشباب بشري وحموري. نعم. في طرابلس. والانصار في وكاريكا. الريح. طيب مرحبا بك. نعم. سعيدين نتواصل معنا الكباتن كمان. نعم. ناس لعبوا في الدوري اللبناني، نتعرف عليك. رحمة الله جاب عطية. مرحبا بك. لعبت وين هنا؟ لعبت في السودان في التحرير. وهنا؟ وفي الحلفاية. كنت هون مش عفوا هنا. هنا هنا بهلال حارة النعمة. طيب أصلا من وين في السودان؟ أنا من بحر الدروشاب. والكورة وقفت خلاص؟ أكيد. ها شفت ده بس لعب الكورة. الكورة زمانها معين بس تنتهي بعدك بتقعد برا تسوي كده. أكيد. كده دي ذاتها ما في. بقيت أتفرج. كده دي ذاتها ما في. بقيت نزلت هنا الكورة ولا أكيد أكيد. الله يديك الصحة والعافية. سعيد بيكون. مجموعة من اللاعبين السودانيين لعبوا في الدوري اللبناني. منو؟ في الدوري اللبناني أسامة الصغر ومجدي كسلة مبارك سليمان كاريكا وليد طايشين. وفي ثاني في غير كانوا بهلال مريخ مثلا. كان في من اهلي مدني، كان في مرتضى بلا والعاقب مجموعة كبيرة. وحاليا وكان في الحارس حاليا هو مساعد هاي مدرب الحراس بالمنتخب ياسر كجيك. نعم. برضو كان بيلعب هنا مدرب. الان مدرب هلا بالمنتخب هلا حاليا يعني. حاليا هل بتاعتك دي ما بنقدر نمرق منك. نتعرف عليك. اهلا، احمد محمد عبد الله. احمد من وين؟ من الشماليه، الولايه الشماليه، لتي قسم واحد. وين؟ لتي قسم واحد، دنقل العجوز يعني. دنقل العجوز. مرحبا. روتانا بني؟ لا 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 ما بيرطون ابدا. جنبنا يعني، بجنبنا هم. جنب انت بتعرف روتانا؟ لا شويه، كلمه كلمتين يعني. ما كلمه جيت لك كم هنا؟
شي 13 سنة. 13 ما شاء الله نازل ما في نزول 3 و4 10 13 17 الله يخليك يا محمد. طيب احنا سؤالنا مجموعة من اللاعبين السودانيين لعبوا في الدوري اللبناني الممتاز منه؟ عندك وليد طاشين، مجدي كسلة، أسامة الصغر، سليمان، دير اللي بعرفهم أنا تقريبا. سليمان منه؟ الله ياخذ الوالد بتاعه ما بتذكره. في مدرب الحراس كمان هنا زي ما قالوا انا بعرفه برضه يعني. الناس اللي حضرتهم بيلعبوا انت شفتهم هنا؟ شفتهم مره مرتين، وحتى كان عندنا منتخبنا كان فاز بالكاس هنا، منتخبنا الوطني المنتخب الصغير يعني المدرسي. ايوه اخذنا الكاس وكنا نحن معاهم وشجعناهم لحد ما اخذوا الكاس، وهم كانوا الاب الروحي يعني لهم. اتعرف عليك. صديق عبد الله احمدون، ولايه الشماليه. وين في الولايه؟ دنقل العجوز. دنقل دي لأهلك يعني؟ أنا عمو. عمو؟ ما شاء الله جبتوا ناس الحين لكم. وده أخوي وده أخوي. والله ما شاء الله. والله ما شاء الله. يعني ما شاء الله ال- 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 البيت مصاريف بيجوا ربطه. لا زول. أي زول يفرز براه. وده اللي رسل معك المصاريف كمان. أي بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بوصل المصاريف لكن بجيب كوميشن. طيب سؤال، مجموعة لك كم سنة هنا؟ لي 6 سنة. 6 سنة. اللاعبين لعبوا في الدوري الممتاز اللبناني منهم؟ والله انا بعرف وليد طاشين ومجدي كسر. مجدي كسر ده اللي انت على لعب ولا وصلنا الصغر الى لعب الى لعب. نقلتهم معاك من هناك جبت. مرحبا بكم، نتواصل معاك ونتعرف عليك. حمدي عيسى موسى. حمدي من وين؟ في اتحاب. في اتحاب مربع كم؟ 9. والله ما شاء الله حافظ لاسه. مربع 9. جيت لك كم؟ 12 سنة. ما شاء الله من 10 واللي فوق الناس. لاعبين سودانيين لعبوا في الدوري اللبناني منو؟ مجدي. أسامة الصغر. ياسر. ياسر منو؟ ياسر كجيك. كجيك. جلال كادوغلي. جلال كادوغلي. جلال ده أول مرة يقول له لعب. وين جلال؟ جلال لعب في البرج. في البرج ده. وحموري. حموري. في مبارك بشنب. مبارك سلمان. مبارك سلمان. أيوه. مجموعة كبيرة. الآن في ناس بيلعبوا في الدوري اللبناني السوداني؟ لا. ما في. ما في. لكن في مدربين و. في مدرب. ايه ايوه مدرب. سام. طيب مرحبا بكم، نتواصل معك نتعرف عليك. ادريس شين. ادريس من وين؟ من اندرومان. اندرومان وين؟ حاره 72. 72. اها هو الشاب ده ولد وين؟ سفيان. عمره 4-5 سنين، مولود هنا في لبنان. ما شاء الله. حبوبته قالت لازم يطلع في الشروق محمد موسى عشان تشوف. ان شاء الله ربنا يحفظه. ان شاء الله كمان حبوبته تكون حاضره الحلقه وتشوفه. ما شاء الله حالاته ولابسه الفانيله ونمره 7 وببنطلونه وحاجاته ومجيه. حبوبته تطمئن ساي. وثاني حبوبته عرفت المقاس ترسل من هناك. ولاعبين لعبوا في الدوري اللبناني. مجدي كسلة. أسامة الصغر. حموري. مجدي زوما. مجلس زومة. نعم. حبيت اتعرف عليك. عيسى محمد عبد الله، الولايه الشماليه، دنقل العجوز. دنقل العجوز. نعم. تبع الكتيبه ده؟ الكتيبه. تبع الفيلق بتاع دنقل العجوز. الفرقه الثانيه. هاي. طيب اللاعبين اللي لعبوا في الدوري اللبناني. مجدي صغر. اسامه وباشري والثالث شفيناها بس ما بنعرفنا الدور الرياضي ده. يعني انت جبتها على من الاول خلاص. والله الاجتهاد ده معناته من المدرسه كنت شفاها. لا والله كان شاطر بيشوفها مني. طيب نتعرف عليك. عبيد عبد الله احمدون. من وين عبيد؟ الولايه الشماليه، دنقل العجوز. اخوان اقسم بالله احنا قاعدين نروح في دنقل العجوز. يا اخوانا دي بيروت يا خير. طيب لك كم سنه؟ والله طولت شويه بس من جيت 2 سنين بس. اول طولتها. طيب لاعبين سودانيين لعبوا في الدوري اللبناني. والله يا اخي الرياضه دي ما بكذب عليك انا ما عندي عدل بها. ما صادفتهم ساي؟ بس ما بعرف. ما عرفتهم؟ لا ما بعرفهم. طيب هلال ابو ولا مرخابي؟ انا ما بشوف الكرة اصلا. اذا لاعبين بشجع الهلال، اذا حضرتهم الحظ. اذا حضرتهم التمر كم نوع؟ ما داري اجي وانا داري. والله التمر عندنا كثره انواع. عندك البركاوي والقنديلي والجاو والكرش. اصلا داير عد لك بقى عاد صدق منتخب تمر كان عدى كله بيحوا راس المرمى. طيب نتواصل معانا نتعرف عليك. نهلة عبد الرحمن. نهلة من وين في السودان؟ من ام درمان، سوق ليبيا. سوق ليبيا. انت من سوق ليبيا ذات ولا من منطقه جنب سوق ليبيا؟ من سوق ليبيا ذات، الحاره 30. الحاره 30 بعد سوق ليبيا. سوق ليبيا ده كله دكاكين. انا قلت والله ما ناتي قاعده لك حد السوق. تختاري دكاكين بس؟ لا حد السوق، الحاره 30. حاره 30 ليك كم منهم؟ 9 سنين. 9 سنين. طيب سؤالنا، لاعبين لعبوا في الدوري اللبناني السوداني منهم؟
مجدي كسل وسام الصقر. طيب مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم ونتعرف عليه. جواهر علي عبد الله. جواهر من وين في السودان؟ من الدندير حلة بلة، بس هلا بالثورة حارت لا لا دقيقة واحدة واحدة. الدندير وين؟ حلة بلة. حلة بلة، والله يا اخوان شوف الاسامي دي، حلة بلة يعني منطقه ذاتها يعني لذيذة. حلة بلة وثاني وين؟ هلا بيتي في الثورة حارة 72. هلا هلا ولا هسي؟ هسا هسا. وين؟ بالثورة حارة 72. هذا جوزي ليكم كم هسا؟ 10 سنين انا. 10 والله يا اخوان الناس دي انا اقعد معهم اسبوع عاوج لساني. هلا لي 10 سنين. طيب محتفظين بالثياب السوداني ما شاء الله، بتشتروها من هنا ولا بتجيكم من هنا؟ لا هنا ما في ثياب سوداني، بس نبعث السودان بيجيبوها لنا. تبعثوا؟ شوف يبعثوا السودان حتى يجيبوها لهم، يعني ما بترسلوا؟ بنرسل السودان. بترسلوا السودان يجيبوها لكم؟ ايه. طيب و قاعدين تمشوا زيارات السودان؟ لا انا ما نزلتها، بس هسه نازله قريب ان شاء الله. ليه كم فتره وانجو؟ 10 سنين ما نزلت. 10 سنين ما نزلت. يا اخي نحن بنحييكم ان شاء الله، الاهل يطمنوا عليك قبل ما تنزلي. ان شاء الله. و حشيلي معاك الهدايا والحياة عشان نطمنه. اكيد شايله يا اخوانا، جايبه لكم الحاجه. انا والله بس دار اساعدكم ساي يعني. طيب بتعرفي مجموعه من اللاعبين السودانيين لعبوا هنا؟ والله مش كثير، مجدي كسلة وسام الصقر. وسام الصقر. سام الصقر هو لسه معاه فيهم بس ما. طيب انا دايرك باللهجه دي تحيي اهلك باللهجه اللبنانيه، تحييهم وتسلم عليهم باللهجه اللبنانيه. بحيي امي وبيي وبسلم عليهم كثير، وامي الثانيه امه اللي جوزي، وبحيي ابني بالسودان وبقول لهم انا منيحه الحمد لله وبسلم عليكم. الله يعني ذاتنا منيحين ونحن ذاتنا هنا منيحين، وانا دايما اسلم على امي وابي. بيي بيي ده ابوك؟ شو النعمه دي؟ والله نحن تقول اجيك له ابوي تمرق من حد. اتعرف عليك؟ فايز عبد الله محمد عبدون. فايز من وين في السودان؟ من الولايه الشماليه ارتقاشة. ارتقاشة؟ كرم النزل. كرم النزل. كرم البلد البرقيق. ارقو. يا سلام، الناس اللي بيسووا التحليه بتاعت المكرونه ديك. اسمها شنو هي؟ ما الصراحه ما متذكرها. ليك كم هنا؟ انا لي 3 سنة وشوية. 3 سنة وشوية. مجموعه من اللاعبين السودانيين لعبوا في الدوري اللبناني. والله الصراحه ما عندي. لك التوفيق. نتعرف عليك. شيخ الدين عبد الله احمدون الشوانية دونقلة. دونقلة العجوز ولا الماء؟ العجوز تبع جماعه؟ تبع جماعه. طيب انتوا جاليه سودانيه، جاليه الدونقلاويه العجوزيه ببيروت؟ ايه كثير، بعد في 2 ما جو كان شفتهم انت. وبعد؟ ايه بعد في 2 لسه. اخوه ده اخوي وذاك اخوي. ما شاء الله لسه في 2 ما جو. طيب اللاعبين السودانيين لعبوا في الدوري اللبناني. والله يعني صراحه الكره دي كان جات في التلفزيون قاعد انطها، لكن بعرفك مجي كسل وسام الصقر. شوف النعمه دي، انا كايسي زوج انطها دي، كان جات في التلفزيون انطها. حسن التغيير كيف حالك؟ الله يبارك. والله طمنتني، ما بتدرع على الكوره. لا ما بدرع. ان جات تنطها بيه غادي. يعني بفوتها بيه غادي. الله يكرمك يا اخي ما شاء الله. والله سعيدين بيك. ما عندك بيهم على ما تعرف مجموعه من اللاعبين؟ ما سمحت من والله مجي كسلة وسامة وجا الفريق الطلبه كم من شيء 8 سنين كان. وقفنا معهم صراحه يعني بنشجع بلدنا وين ما كان السودان، بس انا ما عندي صراحه كوره حميه. بتعرف عليك. صلاح الدين التوم. صلاح الدين مرحبا بك، من وين في السودان؟ اصلا من جنوب كردفان، من منطقه اسمها كورتالا، لكن مولود في الديم وعايش في الكلاكلا. مولود في الديم وعايش في الكلاكلا، كنت بترحلوا كثير صح؟ والله لا لازم نرحل. ليه بيروت راحلين؟ ليه بيروت ماشيين لقدام ان شاء الله. لقدام ما شاء الله تبارك الله. ليك كم سنه هنا؟ لي 14 سنه. 14 يا اخوانا ده اول زول لقيني محافظ على الكلام يعني. لا ما تخاف علي. والله والله محير الناس كلهم انا. انت ما في لك ما في طريقه. لحد هلا؟ لحد بكره. لحد بكره. طيب نحن سعيدين نلاقيك صديق. ومجموعه من اللاعبين السودانيين لعبوا في الدوري اللبناني. اي نعم. في اسامه الثقت، في مجدي كسله، في جلال كادوغلي، عبد باشري. نحن عرفنا انه صلاح ده يا اخواننا بيغني، ويعني ده قاعد لامع عدادات هنا وبيقول شعر وقصايد كمان. كده نسمع من الشعر شنو؟ نسمع من الشعر. في قصيده اسمها غربتي. نعم. بتكلم عن الغربه. نعم. قلت فيها انا غربتي كانت كما كان الجميع يهللون ويهتفون الاغتراب، لكنني لم اغترب الا لكي اعرف ما معنى العذاب. انا قد حلمت بجنه تدنو علي بالف باب، ورسمت كل خطوط احلامي على امل الاياب. ارتاح من رؤيه تؤرقني وارسم في سفاه الام بسمات غياب. وابدل الابواب من باب ترحل صوته واعد بابا للذهاب، وذاك باب للاياب.
حتى نسيمات الهواء بغيرها أنا كنت أحلم أن أضيف على حواليها ضباب وأجول في كل الدنيا أستكشف الدنيا الجميلة والقباب وأظل أرحل راجلا من المدائن والقرى وأقتفي أثر الشباب حتى أرى من روعة الدنيا وأرجع غانما وكذا الكتاب لكنني أنا كنت أحلم صاحيا دون ارتياب أنا لا أفوض نفسي كاتما عن غربة لكنني أنداح من فرط العذاب هما كلمتان بخاطري عد سالما عد غانما والله يعلم أني قد ولجت إلى غياهب الذئاب أنا لا أريد غنيمة من غربتي لكنني أرجو الرجوع إلى دياري سالما وكفى السراب صفقة يا أخواننا والله والله نحن نتمنى لك العودة الحميدة إن شاء الله سالم وغانم يا أخواننا مرحبا بكم سعيدين نكون في محطة من محطاتنا في الشروق مرت من هنا في بيروت ونحن هلا سعيدين يعني يا اخواننا والله وهيك سعيدين ونحن نكون مع كل السودانيين الموجودين في بيروت في محطه وسؤال سالنا عن مجموعه من اللاعبين السودانيين لعبوا في الدوري اللبناني وكثير من اللاعبين السودانيين لعبوا في الدوريات العربيه والدول العربيه الشقيقه قلنا في لبنان منو من اللاعبين اللي لعب في الدوري اللبناني الناس كلها اتفقت عليهم والناس كلها بتعرفهم اول زول قال الاجابه الصح حيكسب معانا الجائزه انت منو سهير اسماعيل صفقة لسهير يا اخوانا سهير يا اخوانا فايزة معانا في محطتنا دي وبالرغم انه عندها بشيف يعني راجل لاعب كورة يعني بكون عارف المعلومة منها ونحن بنهنيك سهير نمشي على العربية نشوف جايزة فازت معانا بجائزة مقدمة من قناة الشروق نتمنى لك التوفيق ونفتح العربية مرحبا بكم تتواصل محطاتنا معكم في حلقتنا الليله من بيروت نحن في حي الظريف مجموعه من السودانيين محطه جديده وسؤال جديد تابع مرحبا بسين كيف الحال سلامات الله يسلم الحمد لله ان شاء الله طيبين ما شاء الله كيف الحال الله يسلم بارك الله فيك يعطيك العافيه المجرب البارد الله يديكم العافيه تسلم يا اخي الله يكرمك الله يسلمك طيب مرحبا بكم نحن سعيدين في حي الظريف ومجموعة من السودانيين وقابلونا طوالي بالعصير والجك والكوباية كعادة السودانيين داخل السودان برا السودان يا هو كرمون يا ها عادة والله ما شاء الله وعصيرهم مركز أنا مطق من شربت الكوباية لحد هسه مطق نتعرف عليك منو اسمي سعيد الدلندوق علي خليفة مرحبا بك يا سعيد من وين في السودان أنا من أبناء جبال النوبة في الدلنج الدلنج ما شاء الله ونحن السعيدين جيت طولت هنا انا ليه والله يعني يمكن شي 17 سنه هنا 17 سنه بتمشي وتجي ولا والله لا انا ده ما بمشي لكن يعني اولادي كمان ما هي اولادي هنا ما بيمشوا وبيجوا ما مشينا ما مشي 17 سنه جريت جره واحده ما شاء الله والله انت معناها حتى مش هناك الناس ما تعرفه مظبوط يعني كلامك خليك دركيتي يسلم عليك فوق كده كلامك ده فيه محله يعني. الله يديك العافيه ان شاء الله ربنا يرد غربتكم سالمين وغانمين و17 سنه برا السودان والناس محافظه عليه عاداته وعلى تقاليده في عمل فني مشترك يعني قصيده اتغنت كتبها شاعر لبناني الياس عرفات الشاعر اللبناني الياس عرفات وغناها زنجار فنان الحقيبة المعروف وغناها عبد العزيز محمد داود وغناها كمان الفنان محمد عبد وسجلت في القاهرة الغنية هي لما نسمعها نحن كسودانيين بنفتكر واحدة من أغاني الحقيبة عارف الغنية دي شنو؟ والله فيها خيارات؟ خيارات دي نمشي ونجيك زمان الفاضل الحجازي الفاضل الحجازي من وين في السودان؟ من خرطوم بحري خرطوم بحري وين؟ حجوسف حجوسف عارف الاغنيه دي شنو؟ لا والله ما عارفها؟ ما بعرف ما بتغني انت؟ لا ما بغني عشان كده ما عارف بتعرف عليك اسمي سريا حسين
سوريا مرحب بك. تولدت هنا سوريا؟ لا في السودان. في السودان وين في السودان؟ في الحاج يوسف. الحاج يوسف تربيتي هنا لكن؟ ايه. ليك كم سنة؟ 5 سنين هنا. 5 سنين هون ولا هنا؟ لا هنا. اقول هنا ما تقولي هون. مو هيك؟ ايه. هاي هيك. طيب عارفة الأغنية دي شنو؟ ما عارفة. عواطف الإمام دلدوم. مرحب بك. من وين في السودان؟ في السودان في مدرمان. مدرمان وين؟ الثورة 17. الثورة 17. نحن عبرك نحيي ناس الثورة 17. انتوا فريع بيروت هنا. الثورة 17 فريع بيروت. احنا حلينا في الظريف. ها؟ في الظريف. هلا في الظريف. احنا ذاتنا هلا في الظريف يا اخوان. ما براهن نحن ذاتنا هلا. هلا ولا هسه؟ هسه. هسه. طيب عارفه الاغنيه دي شنو؟ لا والله. بتعرف عليه؟ رضوان محمد علي. رضوان من وين في السودان؟ من الشماليه دنقل العجوز. دنقل العجوز. ايوه. بترطن؟ لا لا. ما بترطن؟ لا لا. معرب؟ معرب. ما شاء الله. طيب عارف الاغنيه دي شنو؟ لا والله. اغنيه انت تسمعها تقول دي حقيبه. والله ما سمعتها. اخبارك ما سمعتها؟ لا لا. ولا بتغدر في الاغاني؟ لا. غناها زنجار فنان الحقيبه المعروف. فنان زنجار راح المغيب وغناها عبد العزيز محمد داوود. لا والله ما سمعتها. ما سمعتها. جمال مختار بدر. جمال من وين؟ انا من الشماليه. شماليه؟ السكوت. السكوت؟ جزيره الصاي مركه. محسي؟ اولاد عم المحسة. اولاد عم بترطنوا؟ والله روطانة بتاعت محس يعني؟ روطانة محس. طيب كده تسلم على اهلك بالروطانة. والله يا اخي الروطانة يعني شوية كده ما خالص يعني. كده سايد السلام عليكم دي ما بتقولوها؟ انا هنقوها بقوم اللي دينا سلام جر و اقو خير روق اقري جلقوا عشر شغلة وشر الحمد لله. هسه دي حالتها شوية؟ شوية. والله ما شاء الله دي سلمت عليهم هنا. طيب نتمنى لك. عارف الأغنية دي شنو؟ لا والله ما عارف. كيف الحال؟ الحمد لله. القوم عليك يا الله يخلي الله الله يديك العافية يا الله يسلمك. نتعرف عليك. هشام صلاح عبد الرسول مرحوم. من وين في السودان؟ من الولاية الشمالية الجولد. الجولد؟ أنتوا ناس التقيتوا بالصديق غني عمي من فاضل صديق؟ فاضل. كنتوا حافظنا؟ حافظنا. كده يقول بالجولد التقيتوا بالصديق أنعمته من صادق الصديق من خيره في ظل غط زورناه مع حدائق النخيلي في ظلها غطاب المغيلي ضغناه مع طعام الكابيتا. هسه اكلت هنا كابيتا؟ ايه كل يوم قاعد ناكل الكابيتا. بتجيبها من وين هنا؟ بنسويها. بنسويها لا المواد حقتها شنو الكابيتا؟ ما الدقيق القراص. القراص اسمها الكابيتا؟ الكابيتا بالروطان. والله يا اخوانا مسغفينا والله روحها منه كله الكابيتا انا دي بالروطان يعني. ايه بالروطان. بالروطان اسمها الكابيتا. الكابيتا. طيب هنا يعني مواصلين على الاكلات السودانيه والحياه السودانيه؟ والله طوالي. نعم. تلبسوا جلاليب؟ انا ما شفت لي جلاليب. والله يا اخي الجلاليب دي في العيد بس. بالعيد؟ ايه. ويوم الجمعه لا يوم الجمعه ما في. والله والله العظيم. لا يعني بيجيكم من هناك من السودان؟ من السودان والله يا اخي. الله يدي الوالده العافيه. والله رسلت لي جلاليب. الله يديها الصحه والعافيه. انت رسلت لها؟ والله كثير. ما شاء الله يعني متبادلين. اتعرف عليك. جماعه علي صالح بدوي من كردفان. من وين في كردفان؟ الأويت. الأبيض. أيوة. يا سلام كردفان الغرم خير من جوا وبرا. أيوة. ان شاء الله من هناك جبت معاك قنقليس وجبت معاك جبت معي قنقليس وجبت معي حجلي وكل شيء جبت ارداب وكركديه وكل شيء. يا سلام يا طيب احنا سعيدين نلاقيك في بيروت هنا. الاغنيه دي عارفها؟ لا والله ما عارف. لا ما عارف. ترجع خيارك. اتعرف عليك. عاطف محمد احمد عبد الرحمن. عاطف من وين؟ من الشماليه دنقل العجوز. دنقل العجوز. نعم. عارف الاغنيه دي شنو؟ لا والله. اغنيه كتبها الياس فرحات الشاعر اللبناني المعروف. نعم. وغناها زنجار زمن الحقيبه. نعم. وغناها عبد العزيز محمد داوود ومجموعه من الفنانين السودانيين غناها ترباس ومجموعه من الفنانين السودانيين وسجلت في القاهره. ما عارف دي شنو؟ والله الا تجيب خيارات. الا خيارات. الا خيارات. ان شاء الله صادف في الخيارات. موسى الامام احمد الامام. نعم. من قريه ودرعيه ريفي ودرعي. طيب عارف الاغنيه دي شنو؟ وسكرتير الثقافه بالجاليه السودانيه. سكرتير الثقافه؟ آه ان شاء الله. بالجاليه السودانيه والله نحن بنحييك. طيب الاغنيه دي عارفها شنو؟ والله ابدا والله. طيب مرحبا بكم نتواصل معاكم نتعرف عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم منو؟ خديجه. خديجه من وين في السودان؟ من اندرمان. اندرمان؟ ما شاء الله. طيب انا شايفكم ما شاء الله بثيابكم ووجيها وشي مطرز دي جبتنه من هناك ولا اشتريته هنا؟ لا جبناه من السودان. من السودان والموضه متابعينها هنا؟ ان شاء الله. بتعرفوا برسلوا لكم طوالي؟ ايه ما عندنا ناس بيجيبوا ونشيل منهم. في ناس يعني بيجيبوا من بضائع من السودان بيبيعوها هنا. بالاقساط ولا كاش؟ يعني بالاقساط. بالاقساط. والله يا اخواننا معناه بيروت زينا واحد. الجماعه شغالين اقساط على اخر الشهر.
عارفها اسمها شنو؟ لا عرض عليك الاخت عائشة علي. عائشة من وين؟ من الخرطوم. خرطوم وين؟ يعني ماي ينغاز. ماي ينغاز. طيب جيت هنا لك كم؟ لي 5 سنين. 5 سنة. رجعت تاني ولا ما رجعت؟ لا والله ما رجعت. شفت قدر ما تدخروا الهدايا تكتر عليكم. لو بتمشوا كل سنة تخففوا عليهم تقولون الدور فات ما جبنا لكم، لكن لما تغيبوا ده لازم تجيبوا لهم كلهم. ايه. طيب عارفة الأغنية دي اسمها شنو؟ حطتنا دي عن أغنية كتبها الشاعر اللبناني الكبير الياس عرفات، ويتغنى بها فنان الحقيبة الزنقار، ومن بعده الأستاذ عبد العزيز محمد داود، ومن بعده كثير من الفنانين السودانيين. قلنا سجلت في القاهرة. دارين نعرف الأغنية دي شنو؟ أنا حديكم كم مسميات لأغاني، 3 أغاني، يعني كوبلة من الأغنية أو كلمتين من الأغنية، وأنتوا تختاروا. حنبدأ بيك أنت أول في الخيارات، وأنت الثاني وأنت الثالث. سعيد الحظ معانا حيكسب معانا، اتفقنا؟ حنبدأ نديك 3 خيارات. الخيار الأول: في الطيف وفي الصحيان زورني يا حبيبي أنا عيان. الخيار الثاني: من حور الجنان أم أنت إنسان الكمال. أما أنت الملاك جيتوري ناس الجمال، بدأ الأغنية كده صح؟ سامع بادي. تاني: يا عروس الروض يا ذات الجمال. الطيف والصحيان. في الطيف والصحيان. عندك عروس الروض وعندك من حور الجنان. حور الجنان. حور الجنان. الباقي لك خيار واحد وهو عروس الروض. لأنه ديل اختاروا خيارين. بيفضل عندها خيار ثالث يا اخواننا، خيار واحد. أنا باللمة السمحة دي يا اخوانا، وبالعصير السمح ده، وبلما تهنى السودانيين في بيروت، أنا بحكي لي نقطة. في ناس الشمالية ديل بيهين ما شاء الله تقلوا معاي، قدر ما أقول لزول وينين أقول لي من الشمالية. ذكروني الرباطاب، والرباطابي قال بيحكي لي واحد بيحكي لي للرباطابي، قال لي تعرف وضربيط الدبيب ده ينعضاك يخلي سنونه كلهم فيك ويمشي. قال له قول عضاني وخلي سنونه فوقي، ومشى باللفة لقاله زول تاني يا قالدو. قال لي لحق بطل في اللفه دي يقوم له سنون تاني. قال لازم ما تخاف ربك، هو ده دبيب ولا دباسه. احنا سعيدين بناس الشماليه يا اخواننا. عندنا 3 خيارات، والخيار الصحيح يا اخواننا الاغنيه اللي كتبها الشاعر اللبناني الياس عرفات هي اغنيه يا عروس الروض. ومبروك عليك انت. منو؟ عواطف الامام. صفقه لعواطف يا اخواننا. مرحبا بك يا عواطف، ونحن سعيدين بفوزك معنا، وبالرغم انه جاك الخيار الاخير وحسب نيتك، الناس اختاروا عزلوا والفضل جاك. مبروك عليك جائزه مقدمه من قناه شروقنا من شرق العالم. بنبارك لعواطف الفائزه معنا في محطتنا دي من الشروق، وجائزه مقدمه من قناه الشروق. صفقه لعواطف، صفقه حاره يا اخوان. نفتح العربيه آخر محطاتنا في حلقتنا الليلة من بيروت. نحن في دوحة عرمون، أهلنا وأحبابنا السودانيين والأسر الكريمة استقبلونا بالحفاوة والترحاب. ودوحة عرمون يا إخواننا شوية كده من بيروت صح يا إخواننا؟ أول شيء نتعرف عليك، منو؟ ويام فتحي. ويام فتحي. من وين في السودان؟ من جنوب كردفان، أبو جبيهة. أبو جبيهة ما شاء الله. ناس أبو جبيهة. أنتوا ناس المانجا؟ أكيد. أيوة ناس أبو جبيهة، الفواكه والمانجا. إخواننا نحن سعيدين. أنتوا بتبعدوا كم بالزمن يعني بالعربية كم من بيروت؟ والله ما بعرف غايته، شي يكون 10 كيلو من العاصمة جوا من بيروت. طيب أنا إحنا بنبدأ سؤال يا إخوان، العارفة الإجابة يحتفظ بها لحد ما نوصله. سؤالنا: متى تأسس النادي السوداني في لبنان؟ النادي السوداني في بيروت، النادي السوداني معروف لكل السودانيين يا إخوان. إذا أسس سنة كم؟ لو ما جاوبته بنرجع بالخيارات، أول زول سنة تاني بنرجع له. أنت عارفة؟ ما بعرف. ما عارف. دولت خيارات؟ ايه خيارات. طيب ناخذ الجواب نتعرف عليك. افرح ابو. من وين؟ من الكلاك للقبه. الكلاك للقبه ما شاء الله، هنا زادوا في الكلاك للقبه. ايه من ما قالوا 10 كيلو من العاصمه هناك كلاك للقبه. ايه طيب سؤالنا: النادي السوداني دعم سنه كم؟ والله ما بعرف. ما عارف. شفتي النادي السوداني؟ شفته. ايه جيتي ليكي كم؟ 6 سنين. 6 سنين. ايه دي معناها هاي؟ نعم. اي نعم، اخذتها باللغه العربيه كتلتها كله. طيب ما شاء الله، نحن هسه ملاحظين يعني
النساء السودانيات يعني على المظهر السوداني والثياب السودانية والأشياء دي بتجيبها من هناك ولا بتجيكم هنا ولا بتتباع هنا؟ لا بيجيبها لنا من السودان. هنا ما في سوق يعني ما في سودانيين بيبيعوا ثياب وكده؟ في بيبيعوا ايه؟ بتجي يعني بتواكبوا الموضة اللي بتجي من هناك انتوا بتعرفوها هنا؟ اكيد. طيب ما شاء الله، الأكل السوداني مواظبين عليه؟ اكيد طبعا. عندكم شنو؟ طبعا العصيدة والملح الروب والشرموط والأكل السوداني. كله من ايه؟ حاجاته بتتباع هنا ولا كلها برضه بتجيكم من هنا؟ لا برضه بتجينا من السودان. طيب عندكم أكل من الأكلات اللبنانية اتعلمتوه هنا؟ لا ما بتعملوا أكل؟ في الكبة، في الفتوش. دي الناس ولا أكل؟ أكل. أنا قايل له كبة دي جيرانكم. لا أكل. دي أكلات تعملوها في البيت يعني؟ إيه بناكلها، بنعملها في البيت. يعني عرفتوا طريقتها وتعلمتوا. طيب في تداخل بينكم وبين الأسر اللبنانية؟ لا. ما بتتداخل. لكن كسودانيين بيناتكم تداخل؟ بنخش مع السودانيين ايه، بنمشي لبعض وبنزور بعض هيك. طيب عارفه النادي عملوه سنه كم؟ لا ما عارفه. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليك. زينب علي نصر. من وين يا زينب؟ من جنوب دارفور تولس. تولس. طيب مرحب بك. النادي السوداني ده عمل سنه كم؟ والله في معتقد 1968. 68 عرب عليك. فاطمه اسماعيل. فاطمه من وين في السودان؟ من الخرطوم. خرطوم يا تحي. ام درمان. ها طولت ولا؟ والله ليس سنتين هيك. لا 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 زولتنا تب يا دوب جديد سنتين. الناس شغالين 10 و17 و13. النادي السوداني بيروت عارفه ده عمل سنه كم؟ لا والله ما بعرف. ما بعرف. بتعرف عليه؟ ايمان محمد ادم. من وين في السودان؟ من جنوب دارفور برام. برام مرحب بك. عارف اجيتي كم سنه هنا؟ 9 شهور. 9 شهور دي جات معانا سوا. والله نحن 3 يوم 9 شهور يعني جينا سوا. النادي السوداني بيروت ده عمل سنه كم؟ والله 1968 او 1967. لا تختار اجابه انت تقيفي على الاجابه. 1968. بتعرف عليك؟ محمد يحيى حامد، مدينه برام، جنوب دارفور. جنوب دارفور مرحب بك. انت زوجتي؟ اي ما شاء الله. ايمان محمد ادم. ايمان محمد ادم. النادي السوداني في لبنان عمل سنه كم؟ سنة 1968. 68. 68. طيب ناخذ اجابه نتمنى لك التوفيق نتعرف عليك. عمر الصديق محمد احمد. عمر من وين في السودان؟ ولايه جنوب دارفور محليه تولس. النادي السوداني ببيروت اتعمل سنه كم؟ تخيل 1968. 68. صلاح الدين عبد الحميد محمد زهره. من وين في السودان؟ جنوب كردفان الدلنج. الدلنج. ساكن خرطوم ام بدر حمد الدين. طيب النادي السوداني اتعمل سنه كم؟ 68. 68. بعرف عليك. ادريس حجر احمد ريب. من وين في السودان؟ جنوب كردفان الدلنج. الدلنج. كم سنه هنا؟ 11. 11. طيب في بيروت ما عندكم مشكله في التظليل؟ لا ما عندنا مشكله. ما بيزعلوكم؟ لانه شايف النظاره مظلله يعني. لا لا ما في مشكله. ما في مشكله. طيب النادي السوداني في بيروت عمل سنه كم؟ 68. 68. طيب نتعرف عليك. عوض الله محمد الحسن. من وين في السودان؟ من جنوب دارفور محافظه تولس. يا كم سنه في بيروت؟ 14 سنه. شو النعمه دي؟ 14. وفي ناس هنا يقول لك 9 شهور. 14 سنة هنا في بيروت. طيب النادي السوداني في بيروت عمل سنة كم؟ 1960. 1960. طيب نحن سعيدين يا اخوانا نكون في دوحة دارمون في لبنان، ونحن مع هنا السودانيين والأسر السودانية كلها اللي استقبلتنا بالحفاء والترحاب، والحمد لله اطمأنينا عليهم هم بخير وعافية ان شاء الله، هلو نكون اطمأنوا عليهم. نحن سؤالنا كان عن النادي السوداني ببيروت أسس سنة كم؟ وقبل ما اقول انا في حاجات هنا عندها اسماء بتختلف عننا يعني، وامبارح اكل لي طرفه انا عجبتني فاخذتها كنكته يعني. يعني مثلا الاستيك اسمه جنين دولاب. شفت النعمه دي الجماعه دي قالوا الاستيك اسمه دولاب. شو النعمه دي؟ الاستيك الزبير حق العربي اسمه الدولاب. ما عارف انه هناك عندنا 6 ظلف و5 ظلف و4 ظلف. دي ذكرتني نقطة، قالوا عدروب جيب يرود لأول مرة بعدين يدير له دولاب ومشى يشتريه. يا سلام عليكم. قال له الله يحييك الله يسلمك، شو تريد شو بدك؟ قال له دارين دولاب. والله الراجل دخل جوا وجاء جم ساقله ترتار مدردقه. عدروب عينه وين الدولاب؟ قال له هذا ده دولاب. قال له طيب لو قلنا دارين فضية تجيبهم مفتاح عجل ولا شو؟ احنا سعيدين يا اخواننا الناس اتفقت على اجابه، وللاسف الكبير هي الاجابه الخطا
حنبدا بخيارات طالما استنفذنا ناسنا، واول زول سالنا وثاني زول وثالث زول حنديهم الخيارات دي. طيب حنقوم ندي خيارات النادي السوداني، اديكم ثلاثه خيارات، اي واحده تختار فيكم خيار. حنبدا اول ثاني ثالث. النادي السوداني بيروت اتاسس 1961 1965 1967 61 65 67 67 عندك 61 65 67 65 65 يبقى عندك خيار واحد. اول زوج قال الاجابه الصح بيكسب معانا. الاجابه الصح يا اخوانا النادي السوداني بيروت عمل 1967. وانت منو؟ ويام فتحي. ويام صفقه لي ويام يا اخوانا صفقه حارق. ويا مبروك عليك وجائزتك مقدمه من قناه الشروق. نمشي للعربيه السلمية. فازت معانا في محطتنا دي اخواننا بجائزه مقدمه من قناه الشروق، عباره عن مجموعه من القمش والمفاريك. اصلا جبنا لكم، لا جبنا لكم هنا، قلنا الناس بتكون محتاجه هنا. اكيد هي محتاجه. نفتح العربيه نشوف الجائزه. بسم الله. طبق الايام يا اخواننا. هلا انتهت محطاتنا، بهيك بنكون بلشنا حلقتنا الليله من بيروت. التقينا فيها بمجموعه من السودانيين كعادتهم، استقبلونا بالحفاوه والترحاب والكرم، محافظين على تراثهم وقيمهم، استمتعنا بهم كثير. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا زي ما استمتعنا الليله بالحلقه من بيروت. حتى الحلقه الجايه بترككم في امان الله ورعايته، وبقول لكم دمتم بألف خير.